واحنا دلوقتي طبعا في عصر التقدم التكنولوجي السريع جدا جدا، يوم بعد يوم بنلاقي الجديد في عالم التكنولوجيا. طبعا الرقمنه او التحول الرقمي جزء من هذا العالم السريع المتقدم، والحياه اللي احنا بنعيش فيه في هذه المرحله. والتحول الرقمي او الرقمنه ليهم دور كبير جدا طبعا في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، وفي يعني تسهيل التعاملات الماليه بيننا وبين مثلا المؤسسات المالية أو حتى بين الأفراد وبعضهم. الحقيقة التحول الرقمي سهل هذه التعاملات بشكل كبير جدا. يا ترى إلى أي مدى التحول الرقمي ليه دور في دعم الاقتصاد المصري؟ إلى أي مدى أهمية التحول الرقمي في هذه المرحلة؟ وإزاي كمان نتعامل معاه بشكل آمن؟ لأن دلوقتي بقت التعاملات كتيرة جدا بأنماط وبأشكال مختلفة، لازم بقدر الإمكان نكون عارفينها ويكون عندنا هذا الوعي للتعامل بشكل آمن مع التحول الرقمي. في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا الدكتور جمال عبد الراضي، خبير استراتيجي في التحول الرقمي. دكتور جمال، أهلا بحضرتك معانا، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا يا فندم أستاذة حنان، قناة التانية المصرية مسبيرو أصل الحكاية، وفريق الإعداد الجيد للقناة. شكرا لحضرتك يا دكتور. والسادة المشاهدين، دكتور جمال، يمكن زي ما حضرتك سمعتني التحول الرقمي طبعا مهم جدا في هذه المرحلة. عايزين كده يعني بشكل سريع وبشكل مبسط جدا نفهم من حضرتك يعني إيه رقمنة أو تحول رقمي؟ يمكن احنا او المجتمع عموما اتكلمنا في حكاية الرقمنة دي كتير جدا، وما زالت الايام بتجيب بعضها في مفهوم الرقمنة عموما. ايوه، يعني الكلام بيبقى مكرر ومعاد، لكن التكرار اهو بيذكر الناس علشان تنطلق في مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فقط الرئيس، في ان هو في اخر لقاء كان أكد على شيء ضروري ومهم جدا للشباب وذوي الإعاقة. أيوة. والمرأة في المجتمع المصري، وكان كلامه حكيم جدا جدا جدا، إن هو قال علموا أولادكم البرمجة. صحيح. فأنا عايز أنقل من مرحلة بتاعة مفهوم الرقمنة أو فخامة الرئيس وضح الرقمنة بكلمة البرمجة. أيوه. يبقى معنى الرقمنة بالمفهوم الديجيتال هي البرمجة. البرمجة، تمام. المعنى العام بقى اللي احنا دايما بنقول على طول وكررناه كثير، اللي هو المواطن العادي البسيط للمشاهد، ان هو يقول الدنيا اتحولت اوتوماتيكي. خلاص احنا عرفنا كده. القصه دي بتتقال على طول باستمرار لبعض الناس اللي ما بتقدرش تفهم او يقدر يحفظ الالفاظ كديجيتال او برمجه او تي او تي او تكنولوجيا المعلومات او النت. يعني دي الفاظ كلها هي وحده واحده بتدور حول معنى واحد. يعني لكن تقريبا. لكن فخامه الرئيس هو في الدولة الحكيمة والقرار الجميل للتوجهات الأسر، كمان أخص الأسر. أيوة. للمجتمع بتاعنا، وقال من غير اللي احنا بنقوله ده، من غير اللي هو بيقوله، مش هيحصل ان حد هيبقى غني في مصر. يعني هيفضل فقير. صحيح. العصر كله دلوقتي حضرتك في العالم كله بيتجه الى الرقمنه والتحول الرقمي. طب هل هو يعني برضو عشان نوصل المعلومه للمشاهد البسيط، التعامل مثلا اللي هو ان احنا بنقبض من الاي تي ام على طول والمكن طبعا باشكاله المختلفه التابع لبنوك ولجهات ولمؤسسات مختلفه، هل هو ده معنى التحول الرقمي ولا المعنى اوسع واشمل من كده؟ اللي حضرتك قلتيه ده هو تحول رقمي في الاموال، اللي ده جزء بسيط من البرمجه. تمام. يعني لان مفهوم البرمجه اللي قالها سياده الرئيس، عشان نرجع تاني لتوجهات الرئيس، مهمه جدا، لان احنا دايما بنمشي ورا القائد. صحيح. ما هو القائد زي مثلا حضرتك لما تبقى الاسره في البيت، ليهم قياده، الاولاد ليهم قياده، الاب والام طبعا هم بيقودوا، فالاولاد لما بيلاقوا قياده حكيمه صحيح الاسره بتنجح. صحيح صحيح. تمام. فخامه الرئيس قال البرمجه، علموا اولادكم البرمجه. كلمه برمجه هي شموليه. هي شموليه لكل اللي حضرتك بتتكلمي فيه، بتشمل كل مجالات الحياه، بتشمل مجالات علميه ثقافيه اجتماعيه. ايوه. في مفهوم البرمجه هو كتابه تعليمات
أي. للحاسوب او الكمبيوتر أي. او الادوات الاتصالات الحديثه علشان ادي له امر لاي خدمه انا عايزها، سيان بقى للاموال اللي حضرتك اللي بتقول عليها تمام في التعاملات الماكينات بتاعه تي ام أي. او البنوك او قاعده البيانات او الفيزا بتاعه القبض او اي كان، حتى في المحافظ بتاعه الشركات الاتصالات وفودافون اللي هي الكاش المحافظ أي. برضو داخله في البرمجه. تمام فده مفهوم البرمجه بشكل بسيط ان هو كتابه بيانات او تعليمات للاجهزه الحديثه او وسائل الاتصالات الحديثه زي الحاسوب زي الكمبيوتر زي اللابتوب زي الموبايل اللي في ايديا. انا بدي له اوامر ان هو يديني الفكره التلقائيه للذكاء الاصطناعي علشان اقدر استوعب الكلام اللي هو بيقوله لتحقيق منظومه مواكبه العصر. ده الهدف الرئيسي. صحيح صحيح. فلما الرئيس فخامه الرئيس يقول علموا اولادكم البرمجه يبقى لازم ناخد بالنا من الموضوع. صحيح. هو كان قال طبعا انتم بتدخلوا اولادكم كليات الحقوق والتجاره والزراعه والصناعه. هو لا يقصد، عشان بعض الناس برضو بتفهم الكلام في مكان تاني. ايوه. هو سياده الرئيس طبعا ما يقصدش ان يوقف الكليات دي او ما يخليش الاسر تدخل اولادهم الكليات دي. لكن لا هو يقصد لما قال علموا اولادكم البرمجه من ابتدائي اعدادي ثانوي يقصد ان يخليهم يبتدوا يطوروا نفسهم. صحيح صحيح. علشان مواكبه العصر. صحيح. لان العصر كله ديجيتال كله رقمي. صحيح. اتحول لرقمي. صحيح. علشان مصر فعلا تقدر تواكب يعني الحضاره والتقدم التكنولوجي دلوقتي اللي في العالم كله، فالاتجاه فعلا دلوقتي بنعلم الاولاد الكمبيوتر والتعامل مع الكمبيوتر من هم صغيرين من مرحله ابتدائي واعدادي، وبعد حتى التخرج من يعني بعد الثانويه العامه في اتجاه دلوقتي للالتحاق بكليه الكمبيوتر ساينس وكل الكليات اللي خاصه برضو بالكمبيوتر والتعامل معاه باشكاله وبانماط حديثه ومختلفه يعني. تمام. فده امر مهم فعلا. مبادره السيد رئيس الجمهوريه في ان هو يوجه المجتمع والاسر واخص الاسر طبعا للبرمجه. أيوة. ده عامل اساسي ان احنا لازم نحطه في اذهاننا ونعلم اولادنا بالشكل ده ونوجههم. طيب بعض الناس يعني الاشياء اللي هي المعاديه لنجاح مصر، لان مصر بتنجح الحمد لله بقياده حكيمه من فخامه الرئيس والدوله المصريه، بيحولوا الكلام لشائعات مش كويسة ان الرئيس عايز يوقف كليات بقى التجارة والحقوق يبطلوها او يقفلوها. لا، هو يقصد ايه؟ طبعا. يقصد البرمجة. يعني لو انت محامي حاول تتعلم البرمجة علشان تشتغل في نفس مجالك بس عن طريق الديجيتال. يعني على اساس انه هذا التقدم التكنولوجي يخدم كل المجالات، سواء المجالات القانونيه، المجالات العلميه، المجالات الهندسيه، يعني كل في مجاله متخصص في مجاله، ولكن يبقى متميز عن طريق البرمجه والتعامل مع الكمبيوتر. بالظبط حضرتك. المجتمع الدولي كله كدول العالم هي تحولت كلها لرقمنه. ايوه صحيح. طيب العالم محطوط في جزئيه واحده وهي الاقتصاد. يعني الاقتصاد كلمه تعني التعامل التجاري والتعامل الصناعي. صحيح. وكافه الاعمال اللي موجوده في الدوله تجاريه صناعيه خدميه كلها في الاخر هي اقتصاد. صحيح. ففخامه الرئيس بيوجه الناس عمومي كدوله وشعب بيوجهه للتوجيه الصح علشان يعيش حياه كريمه ويقدر، حتى جابها لفظا ان هو قال ما حدش مش هتتعلموا البرمجه لاولادكم يبقى ما حدش هيبقى غني في مصر. يعني يبقى اذا ليه؟ لانه قال حتى تعليم ممكن تشتغل من الموبايل في البيت. صحيح. على 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 لما تتعلم بعض التقنيات في 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 مجال البرمجه. لان البرمجه اسلوب حياه. ممكن تشتغل في الشهر دخلك ممكن يبقى 10,000 دولار يزيد. 20,000 دولار. بالظبط. مش كده؟ البرمجه والرقمنه والتحول الرقمي كل هذه المسميات بيبقى ليها دور كبير جدا في ارتفاع دخل الاسره. يعني حتى بنلاقي ناس على قدر بسيط من التعليم، مش تعليم عالي، ولكن بيقدروا يتعاملوا مع الموبايل وبيقدروا يتعاملوا مع بعض اجهزه الايباد وبعض هذه الوسائل التكنولوجيه الحديثه. يعني بالظبط كده. فاحنا الغرض بتاع العمل العمومي في المجتمع هو الاقتصاد. صح. الاقتصاد. طيب انا اعمل استثمار برمجه. ايوه.
يعني استثمر البرمجه، لان الاستثمار هو الحفاظ على راس المال او النمو. طب. المستثمر يعني انا بعمل تنميه من نمو، فانا هنمي الاقتصاد ده عن طريق البرمجه. حتى احنا يمكن عندنا نماذج كبيره قوي في المجتمع موجود فيها المشغولات اليدويه والحرفيه، ده اقصى ده اكثر ناس هي لا تميل لسه للتكنولوجيا او للبرمجه، اللي هي المشغولات اليدويه والحرف اليدويه. أي. كصناعه. أي. أي. هي تراثيه ومهمه جدا. وهي عليها عامل كبير جدا، بدليل ان بتعمل لها اكبر معرض تراثنا على مستوى العالم للحرف اليدويه. صحيح صحيح. طيب النهارده ايه المانع ان يبتدي الاشخاص يتعلموا البرمجه بطريقه المتدربين المتخصصين، علشان حتى على الاقل يقدر يستخدم اصعب عمل او اصعب مرحله في 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 الحرفه بتاعته اليدويه دي والمشغلات اليدويه للبرمجه او رقمنه. عندنا امثال كثيره عشان نقولها برضو على سبيل الذكر، لا على سبيل الحصار. عندنا شاب جميل قوي اسمه وسيم. هو بيشتغل في الانتيكات اللي هي زي فنانيس ولعب الاطفال، المجسمات يعني. أيوة. وبيعمل الاوسكار بتاع الدروع اللي هي بتتقدم كويس. هدايا في المهرجانات وكده، الحاجات دي كتيره. ونيس النهارده وسيم النهارده عمل ماكينه او اشترى ماكينه 3D بتعمل كل المخططات بتاعه المجسم. كويس. يعني المجسم ده بيجي اصلا يتصب في قالب كده يدوي علشان يخرج منه الماده اللي هو عايز يعملها او المجسم اللي هو عايز يعمله او لعب الاطفال. فالنهارده 3D في البدايه بقى بتشكل له المجسم دقيق جدا وبسرعه. أي. لان التحول الرقمي او الرقمنه هي بتنجز العمل بسرعه وليها دقه. صحيح. في العدد ساعدته في الاعمال اليدويه والاعمال الفنيه الجميله. يعني نقدر نقول انه مصر الحقيقه مليئه بالمهارات المختلفه، مليئه بالشباب، بالنماذج الشبابيه المشرفه في كل المجالات يعني. ونقدر ان احنا نستثمر الرقمنه والبرمجه كمان في الاعمال اليدويه. كمان حضرتك كان لينا لقاءات مع عدد كبير من اصحاب يعني المشاريع الصغيره والمتناهيه في الصغر، قدروا برضو ان هم يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي في عرض منتجاتهم سواء داخل مصر او خارج مصر. ده التسوق الالكتروني هو داخل برضه البرمجه، ودي اللي اقصدها فخامه الرئيس. صحيح. اللي علموا اولادكم البرمجه. صحيح. لانه مصر محتاجه لكل المجالات. البرمجه بقت اسلوب حياه. صحيح. اسلوب حياه. صحيح. عندنا كمان طبعا النهارده بنعمل لجنه كبيره جدا الحمد لله برضه على مستوى الغرفه التجاريه بمساعده الغرفه التجاريه في 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 الشعب العامه، ان احنا بنعمل لجنه اسمها الاقتصاد والاستثمار. كويس. للبرمجه. كويس قوي. فهذه الاعمال هي اضافه. صحيح. يعني اضافه كبيره جدا وانجاز للدوله المصريه يعني. صحيح. دكتور جمال، يعني اللقاء مع حضرتك قيم جدا، لكن بهذه الكلمات هذا العمل اضافه وانجاز للدوله المصريه بنختم لقائنا مع حضرتك، لكن اكيد هيكون لنا لقاءات قادمه باذن الله، لان البرمجه والتحول الرقمي مجال يعني متقدم ولا يتوقف ابدا. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. الف شكر. وبنشكر القناه الثانيه المصريه ماسبيرو، دي حاجه جميله جدا جدا، شرفتنا وأسعدنا، بتساعد على تحقيق اهداف الدوله المصريه. اكيد يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهارده، انتظرونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ولقاء جديد، وبنصبح عليك.